يجري المبعوث الأمريكي جورج ميتشل محادثات مع الفلسطينيين والإسرائيليين حول استئناف عملية السلام في أجواء ملبدة وفي ظل توتر متزايد يسود الأراضي الفلسطينية بسبب مواصلة إسرائيل استيلائها على الأراضي والأملاك الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية إدراج موقعين دينيين في الخليل على قائمة مواقع التراث الحضري الإسرائيلي. ميتشل التقى وزير الدفاع إيهود باراك وغادر دون الإدلاء بأي تصريح. ويبحث ميتشل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سبل إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في وقت عبر فيه عباس عن خشيته من أن العملية السلمية برمتها توشك على الانهيار. القرار الإسرائيلي بضم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم وأسوار القدس إلى ما تسميه التراث اليهودي، كل ذلك ينذر بعواقب وخيمة ويهدد بتقويض كل الجهود الدولية والعربية والفلسطينية الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط. ويتوقع المسؤولون أن تتركز مباحثات ميتشل على صيغة المفاوضات غير المباشرة لأربعة أشهر التي وافق عليها عباس بعد إصراره على مدى سنة على وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة كشرط لاستئناف المفاوضات. لكن مبادرات واشنطن لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي توقفت مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في شتاء 2008 فشلت حتى الآن. وعلى الرغم من ذلك فإن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيواصل محادثاته الأحد لمحاولة حشد الدعم لإحياء تلك المحادثات رغم التشكك العميق من الجانبين في جدواها في ظل الظروف الراهنة. وسيلتقي بايدن بزعماء إسرائيليين وفلسطينيين ومصريين وأردنيين يوم الاثنين، وإن كانت الدبلوماسية العامة من الملامح الرئيسية في زيارته، حيث سيسعى لطمأنة الإسرائيليين بشأن التزام أوباما بأمنهم، في حين سيشرح لهم ضرورة أن يبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات من أجل السلام. لكن بايدن وهو أرفع مسؤول أمريكي يزور إسرائيل منذ تولي أوباما السلطة يواجه تحديا صعبا بحسب مسؤولين إسرائيليين، فأوباما ربما يحظى بمعاملة النجوم في أجزاء أخرى من العالم لكن ليس في إسرائيل، حيث تخامر الشكوك الكثيرين بسبب اتجاه أوباما للتواصل مع العالم الإسلامي. يولا زهر الدين، بي بي سي.